احتفالا بتكريس مبنى نادي الأراضي المقدسة، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداسا إلهيا في كنيسة القديس يوسف للاتين بجبل عمان. التفاصيل في التقرير التالي. بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن في كنيسة القديس يوسف للاتين في جبل عمان بمعاونة كاهن الرعية الأب وسام منصور، احتفالاً بتكريس مبنى نادي الأراضي المقدسة المجاور للكنيسة. شارك في خدمة القداس عدد من الآباء الكهنة بحضور أبناء الرعية وأعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، كما أحيت جوقة الكنيسة التراتيل خلال الصلاة. في عظة القداس تحدث المطران الشوملي عن رعية جبل عمان واحتوائها على العديد من الفعاليات الناشطة التابعة لمطرانية اللاتين، كما شكر سيادته كل من تبرع وساهم في إنجاز هذا الصرح الكنسي آملاً أن يكون ذي فائدة تعم المؤمنين جميعاً. وعقب القداس توجه سيادته مع الآباء الكهنة والسيد عماد المعشر لقص شريط المركز الجديد وتكريس المكان بمشاركة معزوفات موسيقية من مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في مادبة. رعية مار يوسف في جبل عمان تتضمن بالإضافة إلى الرعية مركز الشبيبة الطالب المسيحية في الأردن، وأيضاً مكتبة تسمى بوكستور لبيع الكتب الدينية، وأيضاً الملابس الليتورجية وكل ما يحتاجه الكهنة للاحتفال بالأسرار من كتيبات ولوازم أخرى. فنشكر الله على كل هذه المشاريع ونشكر المانحين الذين دعموا. كما قدمت المرتلة تمارا سماوي برفقة العازف حران حجازين باقة من التراتيل احتفالاً بهذه المناسبة في قاعة الكنيسة. في لقاء خاص مع الأب وسام منصور تحدث عن أهمية هذا المركز والشراكة الجديدة بين نادي الأراضي المقدسة ورعية مار يوسف وما سيقدمه من خدمات ونشاطات للشبيبة والعائلات بشكل يومي. فاليوم بنعمة ربنا ومباركة سيدنا ويليام تم افتتاح التجديدات اللي تمت في المرحلة الأخيرة، خاصة تجديد المطبخ وبناء مطعم البيتزا الجديد بيتزا مار يوسف، وأيضا التجديدات اللي صارت في القاعة حتى تكون في خدمة جميع رواد المركز الرعوي. وإن شاء الله في الفترة القادمة لح تكون برامج المركز متنوعة على جميع أفراد العيلة الكبير والصغير، وأيضا في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية حتى تشمل نشاطات ثقافية روحية، دورات تثقيفية، دورات في الكتاب المقدس، واللي أوريدي بلشت يعني في الفترة الماضية مع دورة سفر الرؤية. فأمنياتنا وصلاتنا أنه ربنا يبارك هاي الخطوة واللي قمنا فيها بشهر الوردية، وأمنا مريم العذراء ترافقنا. على الصعيد ذاته افتتح المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن مطعم مار يوسف بيتزا، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع ويهدف لتشغيل الأخوة العراقيين المهجرين بحضور الأب ماريو منظم المشروع والسفير الإيطالي وأبناء رعية مار يوسف.